السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع هام جدا في مدينة الجزائر العاصمة، وهو مشروع منتزه الاستقلال الذي سوف يربط منطقة الحامة، إذن حديقة الحامة، بأعالي العناصر يعني باتجاه مقام الشاهد، وسوف يربط محطات يعني تاريخية في يعني حياة العاصمة الجزائرية، وهي مقام الشاهد وكذلك المتحف الوطني للفنون الجميلة وكذلك فيلا عبد اللطيف. إذن هذا المشروع المتكامل الذي يعود تاريخه إلى ثمانينات القرن الماضي في زمن الشريف رحماني اللي كان الجوفرنور تاع مدينة الجزائر العاصمة. إذن سوف هذا المشروع يربط مدينة يعني فيلا عبد اللطيف وحديقة الحامة، الحديقة الرائعة، وكذلك سوف يكون فيه توصيل الفضاء تاع الحامة ب الشاطئ الساحل المقابل، إذن بواسطة جسر للمشاة يمر فوق طريق جيش التحرير، إذن فوق طريق السيار كما نشاهد في الصورة هنا، ويكون فيه عدة ممرات للمشاة ولأصحاب يعني الدراجات الهوائية، وكذلك لممارسي الرياضة نتاع الركض يعني الفوتينغ. إذا كل هذه التهيئات سوف تكون في يعني، والأشغال بدأت يعني في الحقيقة على مستوى الساحل المقابل لحديقة الحامة. هنا نلاحظ نشوف الجسر المشاة، وكذلك نشوف عندنا جانب من الأشغال نتاع المنطقة نتاع المقابلة للحامة. وفي الحقيقة الأشغال يعني الصور هذه تبدو قديمة، هي الأشغال المتقدمة يعني في ما يخص بالتهيئة نتاع الساحل. إذن هذا هو مشروع مسار الاستقلال اللي يمتد من منطقة إذن مقام الشهيد إلى الساحل المتوسط، وفيه كذلك مشروع رائع على مستوى الساحل يتمثل في إنجاز إنشاء هنا في المنطقة هذه إنشاء حوض للأسماك ما يسمى بالميديترانيوم، ميديترانيوم نسبة إلى شهر إلى البحر الأبيض المتوسط، واللي هذا الحوض سوف يحتوي على كل أنواع الأسماك التي تتخصص بها البحر الأبيض المتوسط. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.